أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي انخفاضات متتالية على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، زخات أمطار متوقعة على جبال المدينة المنورة وأجزاء من غرب حائل، وطقس مستقر في عموم أو في أغلب المناطق. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لبعض الكميات من الغيوم المتوسطة والعالية فوق منطقة المدينة المنورة وفوق مرتفعات تبوك. هي حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع خلال ساعات الظهيرة والعصر أن تنشأ أو أن تتكاثر تلك الغيوم وتتسبب بحدوث عواصف رعدية في تلك المناطق، في مناطق عشوائية طبعا تكون خفيفة الشدة بالمجمل. نذهب الآن وإياكم إلى توزيع أو خرائط درجات الحرارة السطحية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت. لاحظوا معي الانخفاضات المتتالية أو الاندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد نحو الشرق ووسط المملكة، هي ناتجة عن امتداد لمرتفع جوي قادم من العراق باتجاه شمال ووسط الجزيرة العربية. هذا الانخفاض بدرجات الحرارة يقابله ارتفاع في درجات الحرارة في الجهة الأخرى، أي في القسم الغربي من المملكة من ناحية المدينة المنورة ومنطقة تبوك أيضا بسبب امتداد لمنخفض البحر الأحمر في تلك المناطق. هذا الامتداد لمنخفض البحر الأحمر سيعمل على نشوء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي فوق مرتفعات المدينة المنورة ومرتفعات تبوك وأجزاء من غرب حائل خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. تفاصيل أكثر من خلال هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، حيث يلاحظ اندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد نحو الشرق ووسط الجزيرة العربية. ستعمل هذه الكتلة على انخفاض على درجات الحرارة، لكن يبقى الطقس حار نسبيا في عموم تلك المناطق، لكن درجات الحرارة كما ذكرنا تكون أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام. يقابل هذا الانخفاض امتداد لمنخفض البحر الأحمر باتجاه شمال غرب المملكة العربية السعودية، يعمل هذا على اندفاع لكتلة هوائية حارة نسبيا في تلك المناطق، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة في منطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة وأيضا عموم منطقة سواحل البحر الأحمر أو سواحل شمال البحر الأحمر. ننتقل الآن وإياكم إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 24 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الخميس 35 إلى 23، يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة 34 إلى 21، ويوم السبت المزيد من الانخفاض 31 إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.